أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تحقيق مملكة البحرين مؤشرات إيجابية ومميزة في تقرير مجموعة البنك الدولي يؤكد على أن مملكة البحرين ماضية نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة بما يعكس رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى، مشيرا إلى أن تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسنا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، وتبوؤها المركز الثاني عربيا في هذا المؤشر الدولي هو أفضل تصنيف حققته المملكة حتى اليوم، ما يعد نجاحا جديدا يضاف إلى النجاحات المتعددة المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة والتي ينعكس أثرها ومداها ليستفيد منها المواطنون عبر ما توفره هذه النجاحات من فرص نوعية أمامهم. وقد رفع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بهذه المناسبة أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة، كما هنأ معاليه سمو رئيس الوزراء الموقر مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي بفضل تضافر جهود جميع الوزارات والجهات الحكومية بقيادة سموه حفظه الله ضمن فريق البحرين الواحد. وأعرب معالي الوزير عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على الدعم والمتابعة الذي تقدمه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه حفظه الله، والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق البحرين لهذا التصنيف المتميز ضمن مؤشرات تقرير مجموعة البنك الدولي. وقال معاليه إن مملكة البحرين استطاعت من خلال عملها بشكل جماعي من تحقيق هذا الإنجاز الجديد لمملكة البحرين، وذلك بفضل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية من مراجعة البرامج والإجراءات التنظيمية واستحداث ما يتطلب استحداثه من أجل التطوير لتواكب المملكة الدول المتقدمة في هذا المجال، مؤكدا معاليه مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.